وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة مع تصاعد المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين هناك، وحديث عن طرح حكومة الاحتلال مقترح جديد لصفقة تبادل المحتجزين بالأسرى الفلسطينيين، ينضم إلينا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني السيد محمود الصيفي، وكذلك عبر سكايب من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري. مرحبا بكما معي سيد معاذ وسيد محمود. مساء الخير، حياكم الله. مرحبا، حياكم الله. أبدأ معك سيد محمود، من الواضح أن الاحتلال يلجأ لارتكاب المجازر كلما، كما ذكر بيان هيئة علماء المسلمين، كلما كانت هناك ضربات قوية من المقاومة الفلسطينية من ناحية، وكلما أراد أن يرد على العالم سواء على محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية أو القانون الدولي، يذهب باتجاه تنفيذ أعمال إرهابية جديدة ويرد على العالم بهذه المجازر التي حصلت منها المحرقة في مدينة رفح يوم أمس من خلال استهداف خيام النازحين في منطقة قال بأنها منطقة آمنة أساساً، ووجه الناس أو أمر الناس بالتوجه إليها. يعني مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. يعني في غياب القانون الدولي، في غياب العقاب الدولي ضد المجرمين القتلة، يعني وما يخص هنا الكيان الصهيوني، يعني الكيان الصهيوني يعتبر نفسه أنه فوق القانون، يعني لم يسبق يوما أن تم محاكمة جندي صهيوني أو وزير صهيوني، ولكن كل ما يحصل الآن في قطاع غزة من ما حصل ليلة أمس من محرقة خيام رفح، يعني هذا الغياب للقانون الدولي، وأيضا من شرعوا هذه القوانين غير جادين في تطبيقها على هذا الكيان الصهيوني، يعطي الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر. وما حدث في مدينة رفح وخيام رفح ليلة أمس ليست مجزرة، إنما هي محرقة، هي محرقة البشر، محرقة الأطفال، محرقة للنساء، يعني أكثر من 10 قنابل زنت كل قنبلة أكثر من 1000 كيلو، يعني هذه شيء يعني مهول، يعني مرعب، وهي تسقط على النساء، على الأطفال، على السكان الذين أعلنت أن مناطقهم آمنة، ويعني شاهدت اليوم أن بعض الناجين من هذه المحرقة يقول أن لدينا منشورات من جيش الاحتلال يعني تفيد أننا لنتوجه إلى هذه المنطقة بحيث تكون آمنة، ولكن هذا الاحتلال بهذه العنجهية وهذا الغياب لتطبيق القانون ضد قادة الكيان الصهيوني بدعم مباشر، حقيقة مباشر، من الولايات المتحدة الأمريكية، تغطية سياسية، تغطية في كل المؤسسات، يعني الولايات المتحدة دائما تدافع عن الاحتلال بأنه لم يرتكب جرائم. بالإضافة إلى ذلك أستاذ محمود، نعم، وتحول بالسؤال للأستاذ معاذ، يعني الاحتلال يظهر سيد معاذ كمن فقد عقله، لكنه ليس كذلك، هو يعرف ماذا يفعل جيدا، وهو يختبر كل الأطراف الإقليمية والعربية والدولية، ويختبر العالم الذي يدعي حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى كما يقول المثل، من أمن العقوبة أساء الأدب، وعلى مدار 8 شهور، على مدار 234 يوما، لم يجري معاقبة الاحتلال، حتى عندما تحدثت المحكمة الدولية والجنائية الدولية كأنها لم تقل شيئا، يعني الاحتلال تعامل مع الموضوع بسلبية كبيرة جدا. كيف تعلقون على هذا النوع من المجازر والعدوان المتواصل سيد معاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية ولضيفك الكريم. بداية هناك حقيقة في مشهد الصراع مع العدو الصهيوني تنطلق من كون أن الاحتلال هو احتلال، يعني مجرد وصفه بالاحتلال هذا يكفي لبيان حقيقة إجرامه بحق الشعب الفلسطيني.
الاحتلال هو عازم على إبادة العرب والمسلمين بهدفه البعيد، وعازم على إبادة الفلسطينيين بهدفه القريب. فإذا هو في منهجيته وفي توجهه وفي أهدافه كلها خطواته الأولى تنطلق من كونه لا بد أن يكون وحيدا في هذه الأرض، لا بد أن يكون هو المالك والمتصرف في هذه الأرض كما يظن هو، أو كما تمليه عليه دوافعه العقدية أو دوافعه الاستيطانية. الاحتلال لا ينتظر مبررات لكي يمارس عدوانه وإجرامه الذي نلاحظه يوميا، وعلى مدى 8 شهور من الآن هو يواصل هذه الجرائم على نوع من النمطية والمنهجية المتبعة التي لا يلقي بالا لأي اعتراض ولا ينظر إلى من يعني يدينه أو إلى من يحاول ولا سيما من المجتمع الدولي أن يطلب من حكومة نتنياهو التخفيف من وطأة قسوتها على أهلنا في غزة. القضية وما فيها أن المقاومة الفلسطينية استبقت خطوات الاحتلال هذه نحو الإبادة، فقادت معركة طوفان الأقصى لكي تحد من حجم الجريمة التي كان الاحتلال يريد أن يضع أهل غزة في محرقة في ضوئها. على هذا الأساس نحن هنا رسالتنا إلى كثير ممن يهلوس في وسائل التواصل الاجتماعي وينتقد المقاومة ويحاول أن يحملها مسؤولية المجازر والجرائم المرتكبة يوميا بحق أهلنا في غزة، يحاول أن يحمل المقاومة أنها لو لم تقم بطوفان الأقصى لما ارتكب الاحتلال هذه المجازر. الحقيقة هذا التفكير ينم عن سذاجة وجهل بحقيقة طبيعة ونوع الصراع مع العدو الصهيوني. نعم. رسالتنا إلى هؤلاء إلى الكف عن التفكير بهذه النمطية المقرفة التي تجعل من الحقائق التي على الأرض أشياء لا وجود لها ولا علاقة لها بالعقل ولا بالمنطق. نصيحتنا لهؤلاء أن ينصرفوا من مجرد النقد غير المبرر وغير القائم على العقل إلى التوجه نحو نجدة أهلهم في غزة، وإلى دعم مقاومتها، وإلى العمل الجاد سواء على المستوى الجماعي أو على المستوى الفردي في كبح جماح هذا الاحتلال النازي. نعم، هذا كلام مهم تفضلت به، لأنه في عام 48 سيد محمود لم يكن هناك طوفان الأقصى ولم تكن هناك المقاومة بالشكل الموجود عليه الآن، ومع ذلك ارتكب الاحتلال مجازر ومذابح وأباد العديد من القرى الفلسطينية، أكثر من 540 قرية كما تعرفون. ونضيف إلى ذلك وهو أمر مهم أن الأهداف وراء ما يقوم به الاحتلال من هذه المجازر، وقد ارتكب آلاف المجازر بالمناسبة فقط في الشهور الثمانية الماضية، يهدف إلى التطهير العرقي وإلى تهجير الشعب الفلسطيني. ولا ننسى أنه مع بدء عملية رفح كما قالت وسائل إعلام عالمية كان قد طلب من مصر أن تفتح الحدود للسماح للنازحين أن يعني يدخلوا إلى الأراضي المصرية وإلى سيناء، ولكن مصر رفضت. إذن التطهير العرقي، الإبادة الجماعية تهدف إلى التهجير القسري أيضا من ناحية أخرى. نعم، يعني أهداف الحكومة الاحتلالية العنصرية، الأهداف الواضحة في الإعلام هي القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير ما يسمى المحتجزين أو الأسرى الصهاينة. هذا هو يعني عنوان الذي دائما يتبجح به نتنياهو وقادة جيش الاحتلال الصهيوني. ولكن ما بين السطور أن هدف الاحتلال هو التهجير، هو إبادة الشعب الفلسطيني. وشاهدنا نحن من يعني جميع العالم شاهد القتل على الهواء مباشرة. يعني ماذا يعني أكثر من 150,000 بين قتيل وجريح، بين شهيد وجريح، يعني أمام كل هذا العالم. يعني الأهداف الصهيونية وتشاركها أيضا الصهيونية العالمية والمتمثلة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريك ولكنها جزء من الحرب، فهي من ترأست غرفة العمليات بعد 7 أكتوبر بعد أن هرول قادة الحلف الأطلسي لنجدة هذا الكيان بعد المعجزة التي حصلت بتدمير ما يسمى فرقة غزة وهي كانت مرابطة حول قطاع غزة. كل هذه الأحداث جعلت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الداعمة وما زالت تهرول إلى الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني بجيشه الجرار لم يستطع أن يحمي نفسه. وبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية
تغطي جرائم الكيان الصهيوني وتمده بالأسلحة والمفارقة، يعني المفارقة في ما يحصل من إبادة جماعية وإغلاق كل المعابر، وهي عددها 7 معابر مغلقة بما فيها معبر رفح الذي احتل في 7 أيار الحالي. يعني صفقات الأسلحة تصل بحرية إلى الموانئ الصهيونية، في حين المساعدات موجودة في خارج قطاع غزة، لا تستطيع أي مؤسسة أن توصل المساعدات إلى أهل قطاع غزة. وهذا يحيلنا إلى سؤال مهم سيد محمود، سؤال مهم للسيد معاذ حول الموقف العربي والإقليمي من هذه الحرب الدائرة منذ أكثر من 230 يوماً، وفي الحقيقة ما زالت المواقف العربية والإسلامية تراوح مكانها، كلها مواقف لم تستطع الحد من العنجهية والغطرسة والإجرام الصهيوني، هذا هو المطلوب. حتى المعابر، يعني قيل مؤخرا بأن المعبر سيفتح لإدخال بعض البضائع الإنسانية، ليس معبر رفح إنما المعبر الآخر كرم أبو سالم. الفكرة هي يعني ماذا تنتظر الأمة بحكوماتها وبشعوبها كي تنصر قضية عادلة بهذا الشكل؟ نعم، مع شديد الأسف النظام العربي الرسمي في أعمه الغالب هو رهين للنظام الدولي، يعني يتحكم ذلك الثاني يتحكم بالأول، والأول هو طيع لما يملى عليه من أوامر ولما تحدد له من مسارات. القضية وما فيها أن الكيان الصهيوني يتمادى في جرائمه، لأنه حصل على ضوء أخضر لاتجاهين، اتجاه الأول المجتمع الدولي منح هذا الاحتلال صلاحية ارتكاب المزيد من المجازر بدعمه وبالسكوت عنه، والضوء الأخضر الثاني المشكلة في النظام العربي الرسمي الذي سكت وما يزال ساكتا عن كم الإجرام هذا الفظيع الذي يوجه نحو أهلنا في قطاع غزة. والمشكلة في هذا أن الاحتلال نفسه يوم أمس صرح بكل قباحة بأن المجزرة التي ارتكبها في مخيمات اللاجئين في رفح إنما هي جاءت وفق محددات القانون الدولي. أنا أقول إذا كانت هذه المجازر لا تتجاوز القانون الدولي ولا تخرج عن سياقه كما يزعم هذا الاحتلال، فتحسن له من قانون. وإذا كانت ما تسمى إسرائيل تواصل انتهاك هذا القانون دون رد فعل معتبر، لا من جانب رعاة هذا القانون ولا من جانب من يتحدث باسم القانون ولا من جانب المنظمات التي تنصب نفسها على أنها حامية لهذا القانون، فما أبأسه من قانون وما أبأسه من رعاة. الأمة اليوم أمام مفصل تاريخي، فلندع جنبا النظام العربي الرسمي لأننا حقيقة قد نفضنا يدينا منه، لأنه لا يقوى وغير مؤهل على أن يكون نصيرا للقضية الفلسطينية ولا للشعب الفلسطيني. النظام العربي الرسمي كله جانبا، لأنه حتى وإن قدم بعض فنسميها الإنجازات في الجانب الإنساني إلا أنها لا ترقى أبدا إلى حجم المسؤولية التي ينبغي له أن يكون عليها، وهذا في أعمه الغالب. أما الأمة من ناحية الشعوب فهي نعم هي تؤدي ما عليها من مظاهرات، من احتجاجات، من مقاطعة، من دعم مادي ومعنوي لأهلنا في فلسطين. الشعوب تؤدي ما عليها رغم ما يحيط بها من عوائق ورغم المضايقات التي تواجهها، لكن الشعوب ما تزال حية وما تزال تؤمن بالقضية وفكرتها. الواجب عليها اليوم أن تشدد من هذا الأداء وأن تكثر منه وأن تضاعف جهدها في كل الميادين. العلماء علماء الأمة الإسلامية بنخبهم المعتبرة يؤدون ما عليهم من واجب النصح والإرشاد والتوجيه ورسم مسارات العمل فيما يتعلق بدعم المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني ونصرتهما في كل زمان ومكان. فإذا الأسباب والنظريات في دعم القضية الفلسطينية وفي نجدة أهلنا في غزة كلها متوافرة وكلها جاهزة، فقد تحتاج إلى خطوات عملية مبرمجة وممنهجة لكي يتحول الشعور العاطفي أو الإيمان الذي يعني يحب النفوس يتحول إلى فعل ميداني حقيقي ينتشل غزة ورفح من ما ألم بهما من عدوان ومن جرائم. مثل ماذا أستاذ معاذ؟ كثيرا ما يطرح هذا السؤال، خاصة مع كل مجزرة ومحرقة ومذبحة يقوم بها الاحتلال، أنه لابد أن تكون هناك خطوات خلاقة بالفعل، وهذا دائما سؤال مطروح في كل أزمات المسلمين والعرب، يعني سواء كانت في فلسطين اليوم، في سوريا سابقا، في السودان حاليا، في مناطق أخرى، دائما ما يطرح هذا السؤال عن طبيعة هذه الأدوات والآليات. نعم، أولا الحراك الجماهير الشعبي الذي يكون هو في مقدمة الخطوات الأولى لنجدة أهلنا في فلسطين، من المهم جدا أن يكون على مساحات واسعة وعلى يعني
أنماط متطورة تكون أهدافها وشعاراتها مخصصة في هذه القضية، في قضية غزة وقضية فلسطين. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، تفعيل موضوع المقاطعة الاقتصادية الذي حقيقة وإن كان يعني ما تزال يعني طرقه وأنماطه على مستوى ضيق، لأن ليس الجميع يتبنى هذا الموضوع، ولكن على هذا المستوى الضيق وعلى هذا النمط المحدود أثر تأثيرا كبيرا في الشركات وفي الجهات الداعمة للكيان الصهيوني. من المهم جدا ضرب اقتصاد هذا الاحتلال، لأن ضرب الاقتصاد بطبيعة الحال سوف يؤثر على سياسة الحكومة وسوف يؤثر أيضا على أدائها العسكري والميداني. هذه في نسميها الجبهات الخلفية للمقاومة التي تتمثل في الشعوب، في شعوب الدول التي تحيط بفلسطين والتي هي أبعد من ذلك بكثير على مستوى العالم الإسلامي كله، كلها أمام هذه المسؤوليات وأمام هذه الواجبات التي ينبغي عليها أن تبادر بها. نعم سيد محمود، السؤال المطروح اليوم بعد طول أمد الحرب عن اليوم التالي ومتى تنتهي الحرب، ومن الواضح أن الحرب طويلة الأمد هكذا تريدها دويلة الاحتلال المارقة، وهذا الطول ليس في صالحها بالتأكيد. يعني الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة الآن خاصة في قطاع غزة من الصعب عليه أن يتراجع أو أن يقبل بأقل من وقف الحرب كما تطالب المقاومة دائما، لكن الكيان الصهيوني يريدها بلا ثمن، ومع ذلك لا يستطيع أن يحقق منجزات أمنية وعسكرية وسياسية على أرض الواقع، وهذا أحرجه وأحرج قواته وأحرج من يقف خلفه من الداعمين وخاصة أمريكا. باعتقادك ما مستقبل الأمور؟ إلى أين تتجه الآن؟ يعني واضح أن الاحتلال الصهيوني وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يرتبون لما يسمى باليوم التالي للحرب. يعني عندما تقف الحرب من يدير قطاع غزة؟ وبالتالي يعني حسب رأيي يعني واعتقادي أن الحرب لن تقف. لماذا لن تقف؟ لن تقف الحرب والعدوان على قطاع غزة دون أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود الحرب، هي من ترتكب المجازر، هي من تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة المحرمة دوليا. ولذلك الترتيب الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو ترتيب لليوم التالي، ولذلك عاجزة حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية، عاجزة مع الكيان الصهيوني وعاجزة مع الدول التي متحالفة معها وخاصة بريطانيا وألبانيا، ما زالوا عاجزين عن الترتيب لما يسمى اليوم التالي، لأن المقاومة الفلسطينية فشلوا في إضعافها، حتى إضعاف المقاومة في قطاع غزة فشلوا فيها، وشاهدنا في جباليا البلد ومخيم جباليا وحي الزيتون إضافة. نعم. إلى واليوم كانت هناك شهادة، كانت هناك شهادة مهمة لأيزنكوت قال فيها بأن على سبيل المثال 21 كتيبة للقسام تقاتل حتى الآن بكفاءة عالية، والإدارة المدنية تسير على النحو المطلوب، وكذلك بقية فصائل المقاومة. أشكرك جزيلا سيد محمود الصيفي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، شكري موصول للسيد معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا لكما.